القوات العراقية واصلت هجومها على تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية بمحافظة نينوى شمال العراق بهدف تحرير مدينة الموصل التي اجتاحها داعش في شهر يونيو من العام 2014. القوات العراقية وبدعم من عناصر البشمركة الكردية وبغارات جوية للتحالف الدولي حققت تقدما باتجاه غرب المدينة. وارتباطا بالموضوع، استقبل قضاء مخمور عشرات العائلات الهاربة من التنظيم الإرهابي الذي استهدفهم خلال المعارك الأخيرة. ووصل عدد النازحين إلى القضاء حوالي 2000 نسمة، من بينهم عدد كبير من الأطفال وكبار السن. متعذبين، أسرى، جوعانين، عطشانين، ملكانين، خايفين، والف شق فوقنا والهوانات، احنا بخريت معانا. وقدمت القوات الكردية الطعام والشراب والمأوى للنازحين بجهود محلية وجمعيات إغاثة متعاونة. منذ بدء العمليات العسكرية لتحرير الموصل وقراها تتزايد أعداد اللاجئين والنازحين الواصلين إلى هنا يوما بعد آخر في ظل نقص في المواد الغذائية والأدوية ومناشدات للمجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ هؤلاء. من قضاء مخمور جنوب شرق الموصل، محمد شيخ إبراهيم، ليورو نيوز.